الان بدا الاستحضارات لنصب البالونات المناطيد. نحن الان في ساحه الجمهوريه، ما زالت الاحتفالات مستمره في العاصمه الارمينيه يرفان بمناسبه الذكرى 2799 لتاسيس مدينه يرفان. مهرجان المناطيد يستغرق 3 أيام لغاية يوم 17. نرحب بكم غرارة للسياحة، نتمنى لكم يوم سعيد، وشكرا لكل الأخوة الذين ساهموا بالإرسال التهنئات، شكرا لكم. الآن حضر السيد محافظ يربان للمشاركة في الاحتفالات. كل هذه الاستحضارات بمناسبة احتفالات أرمينيا بذكرى تأسيس يريفان هيريبوني 2799 عام عمر العاصمة الأرمينية يريفان. أنتم مع أرارات للسياحة على الهواء مباشرة. نرجو الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب باسم أرارات للسياحة، اعمل سبسكرايب ليصلكم كل تقاريرنا فور نشرها، كل تقاريرنا باللغة العربية عن أرمينيا. المنطاد الأول تقريبا جاهز للانطلاق، نحن بانتظار انطلاق المناطيد. Sen bolur ziyaret he taş vargı. Wow! Fantastic. Hayır ki kurtçuk Daniel Hüseyin vurmuş. Yürüyerek karavanlar haskanan. Ну что ж, дорогие воздухоплаватели, мы начинаем обратный отсчет для того, чтобы ваши воздушные, прекрасные во всех отношениях суда взлетели в мирное ереванское прекрасное праздничное небо. Все вместе. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. المناطيد انطلقت من شمال يرفان. والآن الساعة 25 دقيقة حسب التوقيت المحلي، ساعة 1 ساعة 1 دقيقة 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 1
Thank you.
انطلق. Շնորհակալություն հոգիներին خلال هذا اليوم، وإن شاء الله سننقل لكم المزيد.